بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في الهرم التجاري بمدينة الرياض. هنشوف في الفيديو عبايات بيتي وعبايات خروج سودة ولانجري، الأسعار وملابس خروج الأسعار بتبتدي من 5 ريال بس. ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا اشتراك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة أو الجرس إشعارات الكل عشان إن شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. زي ما قلت لكم الأسعار بتبتدي من 5 ريال. 5 ريال دي اللي هي البناطيل البيتي. في بقى البلايز الصيفي دي، في على 15 و20 و30 و35. هذه الموديلات اهي منزلين بقى من البلايز الصيفي دي كتير. دي اشكال البلايز او البلوزات الحريمي. في بقى في قسم اللانجري دي برا او سنتيانات قطن، نشوف كده اسعارها. في ب16 وب14 وب18. دي على 18. دي ب18 برضو. في برا فردية وفي برا واندر طقم على بعضه، بس دي برا بس، دي على 18. كل موديل فيه منه كذا لون. هنا بكام؟ هنا ب14. هنا ب14 برضو. في برضو البرا اللي هي بتاعت الرضاعة دي ب20. هنا بقى قمصان قطن على 14، في منه كذا لون، في الأصفر والأسود والبيج. خامة القطن بتاعته حلوة. ده قميص قطن طويل برضو على 18، حلو النور اللون اللي هو الروز ده، في منه على فكرة اللبني كمان. دي كلها قمصان قطن، هتلاقوا ب14 وب16 وب18 ب23 زي ده كده، زي الموديل ده. ده على 23 او 24 تقريبا، على 23. في منه على فكرة الرمادي والابيض والاحمر والاسود. ده الابيض بتاعه، في لون الاحمر اهو على 24. في منه كمان الاوف وايت، ادي شكله اهو. على فكرة هو طويل، نشوف برضو بعض موديلات مثال النوم. ده قميص نوم، القماشة بتاعته في زو على حرير كده، في منه كذا لون، في اللي هو البنفسجي الغامق ده والأسود والأزرق، أدي شكله أهو، وفي منه لون الأحمر. ده ب44. ده موديل تاني برضو، ده ب49. ده ب52. احسن حاجة ان كل موديل متوفر منه الوان كتير. ده نفس الموديل برضو بس لون تاني.
شايفين الرمادي ده متوفر منه برضو الاسود والبينك، ده ب49. ادي اشكال اللانجري، عندهم تشكيلة كبيرة قوي ما شاء الله، برضو من القمصان النوم، في قمصان النوم الطويلة والقصيرة ده ب45. ده موديل تاني برضو من اللانجري، متوفر منه الوان كتيرة اهي، بنفسجي والازرق والروزة والبامبي. ده فستان، فستان خروج او محجبات، على فكرة ينفع مناسبات كمان. ده بمية وكام؟ ب126، في منه على فكرة كذا لون. نشوف بقى العبايات، العبايات الاستقبال البيتي دي على 154، في منها الوان كتير. ده شكل تاني، دي برضو بكام؟ ب154. ده موديل تاني برضو من عبايات الاستقبال، دي سعرها 101. في بقى العبايات السودا دي، في تشكيلة برضو على فكرة حلوة من العبايات السوداء، في عبايات سودا سادة وفي اللي هي المنقوشة دي، هي مش منقوشة هي سادة بس فيها كده زي خيوط بالفضي وفي منها خيوط بالذهبي. ادي شكلها اهو، نشوف كده موديل تاني منها، ده موديل تاني برضو بس الخيوط بالذهبي، دي سعرها 154. في على فكرة منها مقاسات واسعة. ادي الشكل اللي هو على ذهبي، بحاول بس اعلقها عشان تشوف شكلها كويس، ادي شكلها اهو. في برضو الشكل ده، هي ستايل اماراتي، ده الظهر بتاعها. نشوف برضو موديلات تانية من العبايات السودا، ده موديل تاني، ده الظهر بتاعها مرسوم من ورا كده بالخيوط مربعات، ادي شكل الظهر. ده موديل تاني، في تطريز كده من على الجوانب باللي هو خارج النجف، ادي شكلها، لونها رمادي في اسود. ده الظهر بتاعها، بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم التجاري على الملابس النسائي، شفنا عبايات بيتي ولانجري وجلابيات استقبال وعبايات سودا. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة، مع السلامة.